الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن احوالكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد معايا في الصباح الزوين، في الصباح الغزال اللي ان شاء الله يكون كله طاقه بالنسبه لكم، كله حماس، كله ايجابيه ان شاء الله. كنتمنى اللي غادي لقرايته الله يوفقه الله يسهل عليه، واللي غادي لخدمته الله يسر ليه، واللي ما عجباش خدمته الله يسهل عليه بما احسن، واللي كيقلب على خدمته الله يسهل عليه. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. صباح عليكم اليوم، صباح بهذه القهوه الغزاله الفن، ما نقولش لكم يا البنات يا اخوتي يا خواتاتي، عرفتي شنو تخرج لكم الريحه من هنا. انا من نوع الناس اللي كيعجبني نشم القهوه مزيان عاد نشربها، وحق الله حيت فريمون حلاوتها في مرورتها، حلاوتها في مرورتها. كيف ما شفتوا العنوان لا مينياتور الصباح، ان شاء الله عندي قرايه، ولكن اليوم جوغ سبيسيال، اليوم نهار مغاير. علاش؟ حيت اليوم ان شاء الله غادي ناخذ الدبلوم ديالي اللي صراحه فرحانه به، فرحانه قد حق في الجنه، حيت فريمون كنت كنساين النهار اللي غناخذ فيه الدبلوم، حيت تقريبا دوزت هاد الايامات كلها وكنمشي نقرا وداك الشيء، فكنت محتاجه ناخذ الدبلوم ديالي ناخذو ونفرح به. وكونكو راني قريت، كونكو راني دوزت هذه ودوزت هذه، دونك ان شاء الله غدوز معايا هاد النهار. كما شفتوا اليوم ما فقتش الصباح اختي، وقديت الشعير وقديت الوجيه، وغادي نمشيو ان شاء الله نقراو في الصباح، نقراو في العشيه ناخذ الدبلوم ديالي. صافي يكون هو ديال اخر نهار في هاد الفورماسيون ديال الكابينغ ثيرابي اللي هي الحجامه الطبيه ان شاء الله. ندير لكم حجامه كامل، يجيو عندي للدار اجي عندي للدار كلكم اللي عندها راه شي حاجه، نديروا له دياغنوستيك ونشخصوا له المرض اللي عنده وداك الشيء، وندير لكم حجامه البنات. والله انا جو سي كو بزاف منكم دابا كيشوفوا هاد لا فيديو تيقولوا هادي اش كترون، واش الحجامه، واش اجاب الحجامه، ما عندها زعما المنطق ديالها ما عندوش علاقه بالناحيه الطبيه، ولكن لا البنات راه الحجامه اولا نقولوا الطب التكميلي هو ثلث الطب الضائع. دابا الطب ديالنا كامل عند في واحد الثلث الضائع هو الطب التكميلي، هو اللي كنبديت كنقرا دابا انا. قلت لكم غادي ناخذ اول دبلوم اليوم ان شاء الله هو الكابينغ ثيرابي، ومن مورا داك الساعه عاد نبقاو ان شاء الله بشويه بشويه. دابا انا كنقرا بزاف الحاجات، ولكن دابا اللي غناخذو على الدبلوم هو الكابينغ ثيرابي. كنتمنى ان شاء الله تكون هذه بدايه ديال شي حاجه زوينه ان شاء الله من القدام. كيف ما كتعرفوا الحجامه انا صراحه درتها باش نعرفها انا راسي ونديرها هكا الكوتي فاميليال ديالي وصافي، غير ماما بابا خويا، المهم الناس اللي كنعرف. ولكن هنا قدام علاش لا ما نحتفوش فيها ونديرو حتى حنا شي سونتر ولا نديرو شي كابيني، علاش لا؟ حتى حاجه ما بعيده عند الله، هادشي اللي كاين. فقط انا كنعطيكم غير واحد سورس دو موتيفاسيون. الناس ديال لي كول انفيرميير اش كاين امدرا، قولوا لي ردوا عليا الخبر، العام كامل نتوما فارعين لي راسي في اليوتيوب، قولي لي نعطينا نصائح، ديري لينا فعلي لينا. دابا اختي ملي عطيتكم نصائح ودخلتوا تقراو نسيتوني ضربتوا عليا، وردوا عليا الخبر شنو كاين شنو درتوا. الناس ورايا كيبانوا اختي، ما عندي ما ندير اليوم، هادشي اللي عطى الله. باركيت بزاف باش لقيت بلاصه هنايا في الرباط، راكم عارفين الا لقيتي بلاصه في الرباط هنا فوقيت زعما ديروها في الصباح، عرف راسك مرضيه الوالدين. صافي غنشرب القهوه ديالي، قرعتي ديال الماء، شربوا الماء مزيان فهاد الصباح هذا ولا فهاد العشيه. فوق ما شفتي الفيديو ديالي نوض دابا هز قاعد الماء وشرب، ضروري ضروري دابا حيت فريمون الناس اللي مكيشربوش الماء بزاف راه كيعرضوا راسهم بزاف ديال الامراض، نتوما عارفين. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صباحكم مبروك، كنتمنى نهاركم يدوز مزيان، خليكم معايا في الفيديو. قبل اللي مازال ما اشتركش ينزل يشترك ويفعل زر الجرس باش تبقاو توصلوا دائما بالجديد ديالي. سينو الناس اللي مشتركين معايا وديجا معايا قدام من القناه اللي الاولى، ديروا لايك وسجلوا الحضور ديالكم بكومونتير زوين، قول لي احنا معاك سمر من القناه الاولى. وهادشي اللي كنتمنى، صباحكم مبروك وقهوتكم مباركه. بنات فوالا لقيتوني، يلاه صليت الله يقبل. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، واخا زعما تكونوا كتقراو ولا تكونوا خدامين ولا شي حاجه، ديما ديروا معكم الساشي في الحركه ودي معكم حوجه ديال الصلاه. شوفوا انا درت الزريبيه وحدي باش كنصلي، وكنصلي بها عادي باش ما حيت غادي نبقى نهار كامل في لاكلاس، يعني ما يمكنش نفوت عليا الظهر والعصر والمغرب، فهمتوا يعني؟ المهم واخا الله يسمح لنا كنكونوا لابسين حوايج مزيرين وداك الشيء، ولكن كتحاولي غير على الاقل تنقصي شويه وصافي هادشي اللي كاين. الله يقبل الجميع. المهم كنجي شي صلاه كتكون صغيره وكنصلي فيها. دابا انا غادي نوض باش نمشيو نكملوا دابا عندنا تطبيقي. بدات انا يلا رجعت للدار، تخيلوا معايا والله العظيم ما لقيتش كيفاش ندير نصور لكم، اللي كنت جايه هكا وبالعيا حدي، وصلت للدار ومسحت نجي من الميكاب، توضيت صليت وكليت شويه، ودابا عاد كتبت باش غنوريكم لا ديبلوم. والله حتى فرحت يا البنات ما نقولش لكم، خديت دوز اتيستاسيون ديالي بجوجهم، فرحت بهم فرحت بهم فريمون، حيت هاد الدومين هذا درتو باغامور زعما، وحتى هو عجبني وفرحت
انا نوريكم لي ديبلوم ديالي، نوريهم لكم دابا. مستعدين؟ واش مستعدين تشوفوا لي ساتيستاسيون؟ عرفتوا راه واحد الفرحه فاش كنا كناخذوهم، وتصاور فاش صورنا مع ليكيب كامله، مع ليكولين كامل اللي قراو معايا. وما شاء الله هاد لي فورماسيون باش عجبوني، كنت كنقرا مع ناس بعقلهم. خليني ما كاينش بنادم جاي باغي يتفلى، ولا جاي بنادم باغي غير يدوز الوقت، بنادم ما جاي يقرا هذاك لا برونش، ولا ما يقرا هاد التخصص هذا الا وهو فريمون باغيه، ولا باغي يخدم به، ولا باغي يدير به شي حاجه، فهمتوني؟ اولا باغي يديروا باغامور وصافي. يعني ناس بعقلهم كانوا معايا، دي مامون دي بابا يعني، وناس تبارك الله جايين بزاف بزاف من لوروب، بزاف جايين زعما دي زيترونجي، وجايين باغيين يقراو باش يمشيو بهذوك لي ديبلوم ديالهم يديروا بهم مشاريع تما في اوروبا، سورتو ايطاليا، لا فرانس، لاسبان، هولندا. عرفتوا كانوا معايا شي ناس زعما كنقول يا ريت ان شاء الله حتى انا ملي نكبر ونولي في لاج ديالهم، يعني اغلبيه ديالهم راه كانوا تبارك الله 40 عام، الناس غوتريتي، تنقول يا ربي حتى انا ملي نوصل لاج ديالهم تكون عندي هذيك لا باسيون، هذيك لينيرجي ديال انني نوض حتى انا وندمر ونخدم ونقرا ونزيد نقرا باش ندير بحال هكا دي بروجي. والله الا زعما سا مي في بليزير انني كنت مع دوك الناس، كاين منهم اللي متبعني كنقول لهم شابو من هنا وتحيه لكم كبيره. ودابا غنوريكم لي ديبلوم. واش نتوما؟ انا بعدا فشي فرحانه بزاف، فرحانه حيت صراحه الله يعني كنت محتاجه بحال بهذه الفرحه هذه، كنت محتاجه ناخذ لي ديبلوم ديالي باش نبقى دائما فوكس على الهدف ديالي من القدام ان شاء الله. وعلاش بلا انا ندير شي بروجي دعوا معايا في لي كومونتير. فوالا نوريهم لكم، مستعدين؟ يلا بقاو معايا. لي ديبلوم ديالي، انا فرحانه عرفتوا، ما نقولش لكم الفرحه ديالي ما كتصورش. لي ديبلوم ديالي بجوجهم، هاد الاول وهاد الثاني، هادو هما بجوجهم. غنقرا نشرح لكم كل واحد شنو فيه. الاولاني هو اللي بازيك، هو اللي بازيك بزاف، هو الحجامه الطبيه، ها هي مكتوبه هنايا البنات شفتوها، يعني كابينغ ثيرابي. ملي تسمعوا كابينغ ثيرابي عرفوا راه هي الحجامه الطبيه اون انغلي، ها هي مكتوبه هنا. فوالا سمر رميله، الناس اللي مكيعرفوش كنية ديالي، هاد التصويره ديالي اختي كمالتي موجاتي تصاور زوينه، قولوا لي في لي كومونتير البنات ياك زوينه ما بيعش. المهم هذا هو الدبلوم الاولاني اللي قريت فيه، كان دبلوم زوين صراحه، وكانت فورماسيون واعره. كنبغي نشكر الناس كاملين كيف ما قلت لكم اللي كانوا معايا في الـ في الـ في, الـ في الفورماسيون، وعلى راسهم الدكتور محمد اسلام امين، الدكتور اللي صراحه الله ما نقولش لكم، ونعم الدكاتره ونعم الناس اللي وصلوا الحجامه بطريقه زوينه، ونعم المعرفه صراحه الله. ما كتحسوش به دكتور معكم، كتحسوا به صديق، كتحسوا به اخ، كتحسوا به كيوصل لكم واحد المعلومه بطريقه زوينه. وعد الناس ديال اهل مصر، راه هو مصري الجنسيه، الناس ديال اهل مصر راه نعم الناس، لا تعامل لا ثقافه، ما شاء الله ثقافتهم راه بزاف. وعد لغتهم الحلوه. انا راه عرفتو في الديبار ما كنتش كنفهم المصريه، انا اصلا ما كنفهمهاش، لان لا جينيراسيون ديالي ما جيناش في ديك الجينيراسيون ديال اللي كنتفرجوا في الافلام المصريه وداك الشيء. ماما الجينيراسيون ديال ماما والناس اللي كانوا معايا في ليكولي كيفهموا لها، حيت راه كيما قلت لكم الناس كانوا كبارين في لاج ديالهم، كاينين الناس صغار اللي قدي ولكن زعما محسوبين. شنو نقول لكم؟ الناس كانوا كيفهموا. انا نهار الاول قال لنا فاش يلا دخل، قال لنا واش ما كاينش شي واحد عنده مشكل مع اللهجه المصريه؟ كلشي قال لي لا لا لا، وناضوا المغاربه حنا المغاربه ديالنا، ما نقولش لكم مروبلينا فين ما مشاو، ناضوا لا ما عندناش مشكل مع اللهجه المصريه، حنا كنفهموا المصريه ولادو يهضروا بالمصريه كاع. وما نقولش لكم، انا بقيت نقول ماشي مشكل ما يخرج من الجماعه الشيطان، سمر راه كتفهم المصريه راه كي مغربيه ولكن صراحه الله لقيت راسي في الاخر كنفهم ليها، ولدرجه انني وليت كنهضر بها في الدار وليت ملي كنجي للدار، حيت تخيلوا معايا راه نهار كامل في الفورماسيون، راه من الصباح حتى العشيه، راه كنبداو مع 9 مكنساليو حتى 8، حيت كتسمى الدورات مكثفه، فهمتوا؟ دوره مكثفه يعني انطونس، كتاخدي وقت طويل اون بلان طون، وان ميم طون كتاخدي يعني ايام قليله. عرفتوا فاش كنجي للدار تبقى نقول ماما عاوزه ايه، ماما عاوزه كذا عاوزه ايه، عرفتي كتقول يا ماما مالكي ملي تسطيتي البنت فورماطات، تنقول لها هادشي اللي عطا الله خاصك ترضي به، حيت الدكتور كان المصري اللي كيقرينا. فوالا هادي هي لا فورماسيون، صراحه دازت زوينه بزاف، استفدت منها بزاف. يجيو عندي كامل مرحبا بكم، ندير لكم الحجابه، وصراحه الحجامه كنوصي بها اي واحد يديرها، لانها البرانسيب ديال الحجامه هو تنشيط الدوره الدمويه، وكامل حنا خاص الدوره الدمويه ديالنا تنشط، حيت ما كنتحركوش بزاف، ما كنشرموش الماء بزاف، ما كناكلوش ماكله نقيه، ماكلتنا كلها معلبات، كلها فاست فود، كلها سكر، كلها ملحه، يعني راه اي واحد فينا محتاج يدير
يتنشط الدوره الدمويه ديالو يعني يدير الحجامه. وطبيعه الحال الحجامه اللي غنوصيكم دابخي ليكسبيريونس ديالي مع هذا لي ديبلوم هذا، عافاكم ديروها عند داوي الاختصاص، ديروها عند ناس قارين عليها شايفينها من المنطق العلمي. حنا قسما بالله العظيم الا بقينا ايام كثيره كنقراو غير في الكوتي اناتوميك، غير في علم التشريح، غير في التكوين ديال الجسم ديالنا ديال لوغانيزم، غير الفونكسيون ديال كل عضو في ذاتنا، غير الكبده علاش كتصلح، غير الكلى علاش كيصلحوا. داكشي انا ديجا قاريه يعني ما لقيتش فيه بروبليم صراحه الله، وهادشي بشهاده يعني الاستاذ داكشي يعني عارفني ما لقيتش بروبليم فيه، حيت ديجا قاريه راه في 3 ديال الفورماسيون ديالي كانفيرميير بوليفالونت راه كنركزوا بزاف على الاناتومي، وهي من بين الحوايج اللي اساسيه عندنا. فقلت لكم البنات ديروها عافاكم عند داوي الاختصاص، ما تمشوش عند الحجامين، ما تمشوش عند واحد ما قراش عليها غير مورتها من جد بات عمو وجا قال لكم اجي ندير لك الحجامه، وبقى يحط دير الحجامه ويحط لكم الكيسان فوق ظهوركم ويشرط. هذيك راه ماشي حجامه، هذاك راه اعتداء على الجسم باش نكونوا واضحين صافي. وكتخلف من بعد اضرار كبيره بزاف، كاين الناس اللي خلات لهم اتراس، كاين الاتراس لاطراس كاين الناس اللي خلات لهم السيكاتريس، كاين يعني فهمتوا هادشي اللي نقول لكم. و هذه حيدناها صافي، هذه هي السيرتيفيكا الاولى. نمشيو للسيرتيفيكا الثانيه اللي حتى هي كانت زوينه 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 بزاف وكانت حليوه وفهمت خفيفه. السيرتيفيكا الثانيه ديال فاير تاول اند ماكس ثيرابي، يعني العلاج بفوطه ناريه. وعاد الموكسا ثيرابي، الموكسا هي واحد التقنيه صينيه اولا تقنيه من الطب الصيني، حيت قرينا الطب التكميلي والطب التكميلي فيه الطب الصيني داكا. دونك حتى هي ها هي نوريها لكم، ندرق على كارت ناسيونال ديالي. دونك فوالا فاير هاي فاير تاول اند موكسا ثيرابي، زوينه زوينه هاد الفورماسيون حتى هي زوينه. علاش؟ حيت تعلمنا فيها واحد التقنيات ديال الطب الصيني، والطب الصيني راه ما نقولش لكم. والبنات باش نشرح لكم واحد القضيه، راه الطب التكميلي اللي هو هادشي اللي كنقرا دابا راه ثلث من الطب الضائع، معروفه هاد المقوله هادي سير قلبوا عليها، ثلث من الطب الضائع يعني الطب ديالنا العادي اللي كنعرفوه ثلث منه هو اللي ضايع في الطب، هو الطب التكميلي لان راه داخل فيه بزاف الحاجات بزاف ديال الحوايج يعني خصنا نكونوا عارفينهم كاملين كاملين وضروري. هادشي يعني ماشي بالضروره ديروه باش تخدموا به، ديروه غير باش تعرفوا نتوما بعدا اول حاجه. دونك الموكسا ثيرابي واحد الحاجه زوينه زوينه بزاف، حتى هي كتساعد في العلاج ديال الالام، العلاج التخفيف ديال الالتهابات، بزاف ديال الحاجات صراحه اللي جيت نشرح لكم راه غير خصني ثاني ندير معكم دورات تكوينيه اخرى هكا باغ انترنيت. فوالا دونك هذه هي السيرتيفيكات الثانيه، هي فيها التصاور ديالي اختي نتوما شوفوا كي جيت لازم نوريكم. تضحكوا شويه، تضحكوا عليا ما تضحكوش عليا صافي. هاد الصوره هادو البنات نقول لكم كيفاش درتها. دابا النهار اللي كان خاصنا يعطينا الشواهد قال لنا يطبع علينا الشواهد، قال لنا راه جيبوا لي لي فوتو، وانا ما عندي حتى شي تصويره، ما عمرني تصورت من نهار درت لاكارت ناسيونال وما باقي عاود تصورت. هو يقول لنا جيبوا لنا التصاور، ومشيت ديك الساعه في داك الليل منين جيت من واحد النهار من الفورماسيون مع هادشي 8 ديال الليل وصلت للدار قلت له 8 وصل مع 9، مشيت نيت كنجري عند لابوغاتوار تصورت وانا حالتي حاله، الميك اب ديالي ما كاينش، مشى شعري مفروق وحالته منفوخ من هنا تصورت صافي وديتها ليهم حطوا عليا بالشهاده صافي، غير باش فمكو تبقى شاهده في هاد التصويره ديالي صافي. وهادشي اللي كاين كنتمنى تكون فرحتوا ليا وقولوا لي مبروك عليك في لي كومونتير، قولوا عليا قولوا عليا فوالا خوتي هادشي اللي كاين. المهم لي ديبلوم انا وريتهم ليكم، كنتمنى ان شاء الله نزيد نقرا ديبلومات اخرين ونجيبهم ونوريهم لكم عاوتاني ونموتيفيكم. هادشي كله سي سورس دو موتيفاسيون ليكم حتى نتوما باش تنضو تقراو اي حاجه بغيتو ديروها ديروها. ودابا غادي نمشي باش نعاون ماما حيت جايين عندنا الضياف. شكون هما الضياف؟ تموتوا بالضحك اللي قلتها لكم باش قلت لكم اللهجه المصريه راه تابعانا فين ما مشيت. جايين عندي بنت عمي، بنت عمي تزوجات ما شاء الله بمصري وولدات مع وليدات وداكشي، وهذوك بنات ها كاملين تيهضروا بنات كاملين تيهضروا بالمصريه كتحب مقلي هضرتهم، وجايين عندنا اليوم يديروا معنا الكوتا وداكشي ويتعشاو معنا وصافي. المهم غنخليكم مع الفيديو، المهم نمشي نعاون ماما شي شويه حتى يجي داك الساعه ندير نصور لكم لقطات تضحكوا شي شويه. صراحه اللي كتحمقني اللهجه ديالهم كيوت فهمتها. خليكم معايا. عندنا هنا الزفوف تمام، سليلو سليلو تمام، بيبة مكسرات مطحونة يعني وكذا، حبة قليلة زنجلان على حبة حلاوة عليه بعدين تمام. هنا عندنا مسمن تمام، عندنا هنا قرص، قرص ايه؟ كروسان ونقوصة قرص ويلي ويلي احنا القرص ونقوصة قرص ده القرص.
صافي والسير معاك تشريح يلا كملي يا بنت يلا تمام. هنا القرص او القرص تمام. عندنا هنا الفقاس الفقاس المغربي تمام. عندنا هنا بقى مقبلات كده مقرشات زي ما بيقولوا. عندنا هنا لوز. عندنا هنا ده حاجات ديك الشتا على عيشوري 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 كاوكاو حلو كاوكاو فرماج فول سوداني فول سوداني انتم كتقولوا فول سوداني تمام. هنا بقى عندنا برضو مقبلات. عندنا هنا زيت زيتون. عندنا زبده. عندنا فرماج الجبنه مثلثات. عندنا هنا شوكولاته. هنا عندنا عين جمل عين جمل اكيد مش عين جمل ولد كاع ناكلو كاع ماشي اختي ماشي اختي مصريين سالينا 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 يلا واش دابا دابا هادو بنات عمي هما كيديروا قناه مصريه ودايرين فيها الفرق ما بين الماكله الطابله والطابله المغربيه والطابله المصريه ياك هذا هو الكونسيبت تاعكم اوكي ماشي وانا تعودت كلام مصري والله لان بدرس مع اساتذه مصريين وبنات عمي مصريين خلاص رحت والله صدقوني مصريه 100% ولا 50% 100% شطرات والله مزه مزه يا حبيبتي خاصة الصغرى هي دي 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 مزه يا حبيبتي قطه القطك ودابا نديرو كاسكروط اخايت يلا دوزي بخير يلا دوزو في المغربيه عندنا هنا البنات كاسكروط مغربي متواضع وزوين بحال ما كتشوفوا عندنا سميت هذا سميت هذا سميت قرص والقرص والقرص قولوا القرص قرص القرص القرص المسمن قرص قرص ايه يا بنت قرص خلاص شطب شطب انا قلبتها انا قلبتها هنديه كواليس تصوير اسمك ايه ضحى ضحى يا ضحى نور اه فرح خلاص انا والله تعودت كلام مصري عشان الايام دول خلاص يبقوا اخر ايام حياتي دماغي سفرميوني المغاربه يلا يلا وش اسمت قناتكم قناه البنات تلي قناه البنات ثلاث وخصكم تزيدوا حدا مصريين لا خلاص يلا دخلوا عند القناه ديال البنات عمي كاملين سميتو قناه البنات المصريين الكواليس عندي والفيديو عندهم البنات بلاد مصر عشان نختم عشان نختم والله بلادي 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 لك حب يلا قولوا مع السلامة